السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الثالث من موضوع القسمة. إذا سنخصص فيديو اليوم لنتدرب على إنجاز مجموعة من العمليات الخاصة بالقسمة. إذا فلنبدأ مثلا 587 مقسوم على 8. إذا لإنجاز هذه العملية نحتاج مضاعفات 8. إذا سنقتصر على مضاعفات الأولى لـ8 فقط. إذا 8 × 1 = 8، 8 × 2 = 16، 8 × 3 = 24، 8 × 4 = 32، 8 × 5 = 40، 8 × 6 = 48، 8 × 7 = 56، 8 × 8 = 64، 8 × 9 = 72. إذا عمليات القسمة هي فرصة لتذكر جداول الضرب. إذا نبدأ. إذا لدينا هنا رقم واحد في المقسوم عليه، نأخذ رقما واحدا من المقسوم 5. ماذا ألاحظ؟ 5 أصغر من 8. مثلا لا يمكن أن نقسم 5 أشياء على 8 أشخاص. مثلا 5 قطع من الحلوى لا يمكن أن نوزعها على 8 أطفال مثلا. إذا 5 غير ممكنة. نأخذ 58 ونترك 7. إذا 58 مقسوم على 8، إذا كم تساوي؟ إذا 58 نبحث عن موقعها هنا بين هذه المضاعفات. إذا كما تلاحظون نبحث عن 58 هنا بين هذه المضاعفات. إذا 8 = 16 = 24 = 32 = 40 = 48 = 56 = 64. ماذا ألاحظ؟ ألاحظ أن 58 توجد بين هنا في هذا المكان بين 56 و 64. إذا 64 أكبر من 58، إذا نأخذ 56 لأنها أصغر من 58 وقريبة منها. إذا هنا الضرب. إذا ماذا نكتب في الخارج؟ نكتب 7، 8 × 7، يعني هنا 7. إذا 8 × 7 أو 7 × 8 تساوي 56. 56. ننجز عملية الطرح لنحسب الباقي. 8 × 6 = 2، 5 × 5 = 0. إذن هل عملنا بـ7؟ لا. إذن ننزل 7 لكي نعمل بها. إذن نحصل على 27. 27. إذن ماذا ألاحظ؟ 27 أكبر من 8. إذن سنواصل القسمة لأننا عرفنا في الفيديو السابق أن القسمة تتوقف عندما يكون الباقي أصغر من المقسوم عليه. إذا هنا 27 أكبر، إذا نواصل. إذا 27 تصبح هي المقسوم، أو هذا العدد يصبح هو المقسوم. إذا 27 نبحث عنه هنا عن موقعه بين هذه المضاعفات. إذا 8 × 16 = 24 = 32. إذا 27 توجد هنا وهنا بين 24 و 32 هنا، لأن 27 هي أكبر من 24 وأصغر من 32. إذن هل نعمل بـ 32؟ لا. إذن 32 أكبر من 27، إذن نعمل بـ 24. إذن 8 × 3، إذن الخارج نكتب هنا 3. إذن 27 مقسوم على 8 تساوي 3. 3 × 8، 3 × 8 أو 8 × 3 = 24.
ننجز عملية طرح لحساب الباقي 7 ناقص 4 3 2 ناقص 2 0. إذن هل نواصل القسمة أو نتوقف؟ ماذا ألاحظ؟ 3 أصغر من 8 3 أصغر من 8، إذن الباقي أصغر من المقسوم عليه، إذن نتوقف. إذن 73 هو الخارج و 3 هو الباقي، إذن تمت العملية. نمر إلى عملية أخرى. لدينا هنا 975 مقسوم على 7. إذا لإنجاز هذه العملية نحتاج مضاعفات 7، وهي 7 في 1 7، 7 في 2 14، 7 في 3 21، 7 في 4 28، 7 في 5 35، 7 في 6 42، 7 في 7 49، 7 في 8 56، 7 في 9 63. إذن هذه هي المضاعفات الأولى للعدد 7. إذن نبدأ. إذن عندي رقم في المقسوم عليه، آخذ رقما من المقسوم. مادام لدي رقم هنا، آخذ هنا رقما واحدا فقط وأترك 7 و5. إذن 9 مقسوم على 7، بمعنى سأبحث عن موقع 9 من بين هذه المضاعفات، أين تجهد 9. إذا 7 14، إذا 9 توجد هنا. إذا 9 توجد هنا بين 7 و 14. إذا هل أعمل ب 14 أو ب 7؟ إذا أعمل ب 7، لماذا؟ لأن 14 أكبر من 9، إذا سأعمل ب 7. إذا 7 في 1 7، إذا أكتب 1 في الخارج. هكذا هنا ضرب. إذن 1 في 7 7. إذن ماذا تعني 9 مقسوم على 7؟ تعني 9 كم فيها من 7، أو ما هو العدد الذي نضربه في 7 ونجد عددا يساوي 9 أو أصغر منه وقريب منه. إذن 1 في 7 7، أنجز عملية الطرح لحساب الباقي، 9 ناقص 7 2. إذن جاء الآن الدور على 7، سأعمل ب7، سأنزلها إلى جانب 2. إذا لدينا هنا 27. إذا الآن 27 تصبح هي بدا مقسوم. 27 مقسوم على 7، إذا 27 أبحث عنها هنا. سبعة وعشرون أبحث عن مكانها من بين هذه المضاعفات. إذا 7 14 21 28، إذا 27 توجد هنا بين 21 و 28. إذا 28 أكبر من 27، سأعمل ب 21 والخارج هو 3. لماذا؟ لأن لدي 7 في 3 21. إذا 3 في 7 كم؟ 21. أنجز عملية الطرح لحساب الباقي، 7 ناقص 1 6، 2 ناقص 2 0. الآن هل عملنا ب 5؟ لا، إذا جاء الدور على 5، سأنزلها إلى جانب 6. نعم، إذا هنا لدينا 65 مقسوم على 7. إذا أبحث عن مكان 65 من بين هذه المضاعفات. إذا لاحظوا 7 14 21 28 35 42 49 56 63. إذا أين توجد 65؟ توجد هنا، توجد هنا. إذا يمكن أن أضيف هنا 7 في 10 تساوي 70. إذا أين توجد 65؟ توجد بين 63 و 70. إذا سأعمل ب 63، لماذا؟ لأن 70 أكبر من 65، إذا سأعمل ب 63. إذا أضرب في ملف 9، 7 في 9، إذا أكتب هنا 9. إذا 9 في 7 63، أنجز عملية الطرح لحساب الباقي،
5 ناقص 3 2 6 ناقص 6 0. إذا خارج العملية، الخارج هو 139 والباقي هو 2. ماذا ألاحظ؟ 2 أصغر من 7، 2 أصغر من 7. إذا شرط القسمة متوفر، الباقي أصغر من المقصوب عليه، الباقي أصغر من المقصوب عليه. الآن مع قسمة جديدة، مثلا 482 مقسوم على 6. إذا الآن نحتاج إلى مضاعفات 6. مضاعفات 6 الأولى، لأن المضاعفات ليس لها حدود، فقط الأولى. إذا 6 في 1 6، 6 في 2 12، 6 في 3 18، 6 في 4 24، 6 في 5 30، 6 في 6 36، 6 في 7 42، 6 في 8 48، 6 في 9 54. ونبدأ. إذا عندي رقم واحد في المقسوم عليه، لدي رقم واحد في المقسوم عليه، آخذ هنا رقما واحدا من المقسوم، آخذ 4 فقط لأن لدي هنا رقم واحد. 4 مقسوم على 6، إذا 4 كم فيها من 6؟ إذا ماذا ألاحظ؟ 4 أصغر من 6، 4 أصغر من 6، لا يمكن أن نقسم 4 على 6. لا يمكن أن نقسم 4 على 6، مثلا 4 تفاحات، 4 تفاحات، لا يمكن أن نوزعها على 6 أطفال. إذا هنا عوض أن آخذ 4، آخذ رقمين هنا، رقمين 48 وأترك 2. إذا 48 مقسوم على 6، إذا أبحث عن هذا العدد 48 ضمن مضاعفات 6. إذا لاحظوا 6 12 18 24 30 36 42 48. إذا وجدنا 48 هو نفس العدد 48. إذا ماذا تساوي 48؟ تساوي 6 في 8، 6 في 8، إذا هنا أكتب 8. إذا 6 في 8 أو 8 في 6، إذا 6 في 8 48. إذا أنجز عملية الطرح لمحسوب الباقي، 8 ناقص 8 0، 4 ناقص 4 0. 2 هل عملنا بها؟ لا، إذا سننزلها. ماذا لدي هنا؟ 2 مقسوم على 6، 2 مقسوم على 6، مثلا لدي 2 من التفاحات أو تفاحتان، نوزعهما على 6 أطفال، هل يمكن؟ كم سيأخذ كل طفل في هذه الحالة؟ إذا ما دام 2 أصغر من 6، كل طفل سيأخذ 0. إذا لا يمكن أن نوزع تفاحة على 6 أطفال، إذا نكتب هنا 0. إذا الباقي هو 2، وانتهت العملية. إذا أحبائي، في هذا الفيديو، في فيديو اليوم، رأينا فقط أن مقسوم عليه يتكون من رقم واحد فقط. رأينا هنا 8 ثم 7 ثم 6. في الحصة المقبلة إن شاء الله، أو في الدرس المقبل إن شاء الله، سننجز عملية قسمة حيث المقسوم عليه يتكون من رقمين أو من 3 أرقام. إذا دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء، انتظرونا في الفيديو القادم إن شاء الله.